اليوم حنا فرحانين شرفنا السيد الوالي اللي عطى الانطلاقه ديال الاشغال ديال تهيئه الشارع المسيره اللي تابع المركز ديال جامعه ولاد مبارك. هذا الشارع هذا كنقطه سوداء بالنسبه للمركز تحت جامعه ولاد مبارك. اليوم حنا جد فخورين وكنشكروا السيد الوالي على هذا الاعتبار اللي عطيه لجامعه تاع ولاد مبارك، يعني جامعه تاع ولاد مبارك اللي محتاجه بحال هذه العمليات ديال الاصلاح ولا ديال تهيئه بعض الطرقات للبناء بعض الطرقات، لان الجامعه والمركز سيرتو المركز محتاج بحال هاد المشاريع هادو. اليوم حنا فرحانين الحمد لله حيت جامعة هاد المناسبة ديال عيد المسيرة اللي كيصادف في يوم ديال 6 ديال شهر 11 2022. حنا كنحتفلوا بهاد العيد الوطني، وفي نفس الوقت كان فيه يوم تاريخي اللي تعطات هاد الانطلاقة ديال هاد الشارع هذا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.